لا يمكن أن يؤخذ لكلام شخصية أخرجها القضاء بتهمة التزوير التي تخل اللي هي تعتبر جريمة مخلة بالشرف. زين. هذا واحد. ثانيا من الذي يقيم المؤسسة العسكرية؟ أنا أتفاجأ يعني حقيقة من يتهم بالتزوير ويخرجه القانون بالتزوير يجي يطلع على قانون وكأنه هو فقيه قانوني ويجي يطلع على ما أعرف شنو وظيفته الآن. إلى الآن هو يتحت صفة رئيس البرلمان في صفحته الشخصية ينتحلها؟ نعم. والآن لا يمتلك أي صفة، حتى مو رئيس برلمان سابق. زين. لأنه خروجه بهذه الطريقة بجريمة التزوير لا تتيح له أن يستخدم هذا الاسم مرة أخرى.